خرج طقم من هو يبيعوا العيب عقلي ما حط الله يبارك الله بارك الله بارك الله فيك. الثمن كاين شويه كاين الثمن شويه في السوق والحمد لله حتى واحد ما غادي يخليه الله تعالى هذا الشيء باين بلا ما نحاولوا نفكروا فيه. المهم الغلا كاين والعلف حتى هو طالع بزاف اللي باش الفلاح يجي المزيان مع الناس واللي تيتقطعوا داك الشيء العلف طالع بزاف وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم هادنا جميعا. والغلا خوتي راه كاين في السوق كي تشوفوا دابا راه الخروف تبارك الله راه تصور معايا غير خروفه قلبتها قبيله يمشي شي صغيوره قلت له لمولاها دخلها للكوري تمايا فين دخلنا حنا شي عجول تما داخل سولته قلت له بشحال اخويا شريتي هاد الخروفه قال لي 21. انا صراحه طلع قعدت على الكرسي وشربت واحد شويه الماء ونبقى نشوف به والله العظيم يعني بزاف بزاف 21 تقريبا الاثمنه واصله هنا كاع ايوا الاثمنه اخويا راه خروف مليح. ها هو نيت السيد من العائله بحرا باع خرفان ب 100000 للواحد ولكن صراحه طلع بالنسبه لي انايا كما تن هاد بلا ما قلت انا تنفهم في هذا الشيء الحمد لله وداك الشيء يعني 100000 ريال هذا الخروف الشوفه اللي شفتو انا والنظره اللي نظرتو مزيان ب 100000 حيت في العيد غادي يكون هذا ب 130 140 الحقيقه راه هي هادي القضيه اللي خلى هذا الغلاء عاوتاني اللي بيتعرفوا نوجهوا الناس راه الكسابه غادي يفهموني في هذه القضيه والناس اللي عارفين الكسيبه راه غادي يفهموني يعني حتى النعجه ولا تذبح بزاف اخويا النعجه عطينا اصليه في الذبيحه والعجلة عطينا اصليه حتى هي في الذبيحه فهمتي يعني هذا الشيء الا كون درت ليه الدولة شي حل باش يتنقص هذا النعجه وهذا العجله اللي تذبح بزاف خصها تنقص باش يولي ثمن زوين حيت النعجه تذبح بزاف يعني اش تسنى انت العام الاخر شنو بغيت اش بغيت تولد لك شكون اللي بيولد لك حاجك تولد لك حماره دايره في الدار لا يعقل فهمتي يعني النعجه خصها تبقى والعجله تاي ما خصهاش تذبح بزاف راه كثروا عليها من الذبيحه لا هي ولا النعجه والبهيمه قلال يعني الا دخلت هذيك الغلم غادي الحمد لله تنزل الخفاض في هذا الغلا هذا الشيء هذا غادي تهرس والناس راه بوا غير يعيدوا راه عادي راه هي راه الله سبحانه وتعالى ما جبر على حتى شي واحد باش دار لك باش انت تعيد بالزز لا الله سبحانه وتعالى عطاك شروط اللي هما عايشين بهم حنا في هذه الارض راه ماشي بزز باش تعيد اي باش تعرف هذه القضيه والحمد لله مزيانه هذه القضيه اللي قلتي لي يعني الا دخلوا بهم على برا راه مزيانه غادي تهرس الثمن في هذا الشيء هذا وغادي كل شيء يعيد الحمد لله راه كل شيء معيد. هو حاليا وتزامنا مع الاثمنه ديال الاعلاف مع الاثمنه ديال الاكباش ديال العيد فهناك كاين الاثمنه يعني بغينا نقولوا انها اثمنه مرتفعه والناس اللي باغي ان شاء الله تيترجاو انهم يعيدوا تيقولوا اثمنه خياليه ولكن هذا الشيء السبب اللي ادى الى ارتفاع هذه الاثمنه ديال الخروف وهو الاعلاف والاعلاف مرتفعه راه كما تنعرفوا ان النخله تقريبا ربما كدير واحد 3 دراهم للكيلو والتبن اللي كان كيدير غير 2 دراهم ودرهم ونص راه ولا الصباح كيدير واحد 5 دراهم ونص وزيد البالا ديال الفصاره كانت كدير 60 درهم 50 درهم دابا تقريبا كدير 100 درهم حتى 110 درهم شي حاجه اللي هي فيها يعني جوده ديال الفصه. والمهم هذا الشيء الاسباب ديالو اللي راجعه الى سنوات ديال الجفاف اللي هي متتابعه ربما شي 7 سنين او 6 سنين متتابعه فهي اللي جعلت الفلاح الصغير والكبير انه تعاني معاناه قاسيه وهي اللي اضافه الى ذلك ان اللي كنعرفوا انه المواشي والابقار والماعز انها قلات كما قلتي لو كون هاد الرؤوس ديال الاغنام اللي غتدخل من الخارج دخل غادي شويه يعني تحاول ما امكن تحقق واحد ليكيليبر واحد التوازن ولكن هاد الاغلام ما كتبانش كلها ما كتبانش فين كتمشي الله اعلم. المهم تنطلبوا من الناس المسؤولين انهم يتدخلوا في اقرب وقت يحاولوا ما امكن يدعموا الفلاح ويحاولوا ينهضوا به ويكون نهض بهذا القطاع الفلاحي لانه راه كل شيء تيساهم وراه الفلاح والكساب راه تيعاني بزاف بواحد الشده لانه راه العام كله هو محزم هو وليداتو باش يوجد هذاك الحولي راه ما ساهلاش.